من لندن ينضم إلي مراسل الغد عمر شاكر. عمر، إذا تصريحات لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بخصوص التصريحات التركية تجاه فرنسا، تفاصيل أكثر معك. نعم هبه، هذه التصريحات هي الأبرز والأوضح كموقف بريطاني داعم لفرنسا في الخلاف الدبلوماسي القائم بينها وبين تركيا، وتحديدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال في تعليقات أن بريطانيا تقف بالتضامن وإلى جانب فرنسا والفرنسيين على خلفية الجريمة المروعة بمقتل المدرس الفرنسي، وقال أن الإرهابيين يجب أن لا يتم تبرير أعمالهم. كذلك قال أن الحلفاء في الناتو والمجتمع الدولي يجب أن يقف كتفا إلى كتف مع القيم الجوهرية للتسامح وحرية التعبير، ولا يجب إعطاء الإرهابيين هدية تقسيم المجتمعات. هذه التصريحات تأتي لتعزيز الموقف الفرنسي، وهو ما كانت تتمناه فرنسا في مواجهتها الدبلوماسية مع تركيا على خلفية دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقاطعة المنتجات الفرنسية. لكن ماذا يعني هذا؟ هل سيتطور هذا الموقف، هذه التصريحات، إلى أفعال بريطانية؟ هذا سيعتمد كثيرا على الموقف الأوروبي الذي تطالب فرنسا بأن يكون موحدا تجاه التعامل مع تركيا، خاصة في الآونة الأخيرة وفي ظل التصعيد الأخير بين تركيا وفرنسا والمشادات الكلامية التي استمعنا إليها بين الرئيسين الفرنسي والتركي. لكن حتى هذه اللحظة الخلاف يبدو بين الطرفين لم يتطور إلى أن يكون هناك موقف أوروبي، لكن لا شك أنها مثل هذه التصريحات تعزز من موقف فرنسا، وقد تدفع باريس إلى المطالبة بالمزيد والمطالبة بأفعال وليس فقط بالإدانة والشجب. شكرا جزيلا لك من لندن مراسل الغد عمر شاكر.